هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هنعمل ميك اب لوك كامل كامل من ميبيلين. ميبيلين من البراندز اللي اغلبنا بيروح لحاجه منها، لو منتج او اتنين من عند ميبيلين، لان نوعا ما اسعارهم كويسه والكواليتي بتاعت المنتجات بتاعتهم حلوه. فقبل ما نبتدي بس فيديو النهارده، محتاجه افكركم ان انتوا تنزلوا دلوقتي حالا، وقفوا الفيديو وانزلوا دلوقتي، اعملوا لايك للفيديو. عايزه مثلا الفيديو ده يوصل لغايه قد ايه؟ مثلا نعمل تشالنج كده. طيب نبدا ب 3000 لايك، لو نقدر نعمل وصلوا الفيديو ده ل 3000 لايك. يعني اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، لان اللايك يا بنات بتخلي ناس اكتر تشوف الفيديوهات بتاعتي. لكن لو تلاحظوا في ناس كتير جدا مش بيجي لهم اشعارات من القناه عندي ان انا بنزل فيديوهات، مع اني بنزل فيديوهات دايما ما بتاخرش. فده بسبب ان مفيش تفاعل على الفيديوهات، كل الناس بتتفرج وبتمشي. فزي ما انا فتك بحاجه صغنونه جدا حتى في الفيديو باي معلومه في الدنيا، فانت مش تخسري اي حاجه لو دوستي لايك بس. يعني فدي نقطه كان لازم كده انوه عليها في اول الفيديو. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتاكدي ان انت مفعله الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وكمان اعملي لي فولو على انستغرام من الاسم اللي هيظهر دلوقتي هنا على الشاشه، او من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن بوكس. كل الحاجات اللي هنستخدمها النهارده في الفيديو هكتب لكم اساميها تحت في صندوق الوصف. وبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. اول حاجه لبسه العدسه دي من عند دي سي، واسمها ريبل جراي. انا بقالي كتير قوي ما لبستش عدسات، عشان كده لبست عدسه النهارده. بعد كده هستخدم السبراي ده من عند مايفا ديسكو. انا ما عنديش اي سبراي من عند ميبيلين، ومش اكسايتد ان انا اجرب من عندهم السبراي، يعني ما سمعتش ناس كتير شكرت في الموضوع عشان اجيب. هبتدي معاكم الاول بالبرايمرز ميبيلين. انا جايبه او عندي من عندهم 3 برايمرز. نتكلم عن اول واحد، وهو البرايمر ده اللي هو اسمه ماستر برايم. ده رقم 10. ده المفروض ان هو للمسام. البرايمر ده اللي هو اسود في ابيض ورقمه 10، ده للمسام، ان هو بيملى المسام وبيخلي المفروض ان ايه، بيعمل لهم بلور كده، او بيخلي شكلهم مش واضح في الميك اب. تمام، ده اول منتج. وعندي اللي هو ميبيلين اللي هو بيبي سكن، حلو جدا، وده انا يعني برشحه لكم باللي هو ايه، من قلبي، بالذات للبنات اللي بتستخدم ميك اب كل يوم، البنات اللي البادجت بتاعتها قليله شويه، فبيبي سكن هو اللي هيبقى جميل جدا. وبعد كده البرايمر ده اللي هو اسمه ماستر برايم، ده رقمه 40. والمفروض اي برايمر لونه على اصفر هو بيعادل كده الوان البشره، وفي نفس الوقت بيديكي نضاره لبشرتك، لان اللون الاصفر بيدي شويه نضاره للبشره. البرايمر ده يا بنات انا بستخدمه كده از دلع، او مثلا اما بتكون بشرتي باينه انها بهتانه ومش جلوي كده ومش باينه ان هي منوره، بستخدم البرايمر ده. لكن دايما بروح للبرايمرز اللي هي للمسام. لو جينا عملنا مقارنه كده بسيطه عن الاثنين برايمر دول، هقول لكم هاتوا بيبي سكين عشان حاجه واحده بس. بيبي سكين الملمس بتاعه على البشره ناعم قوي، كانك بتحطي ميه، فما بتحسيش بعد كده لما بتيجي تحطي فاونديشن ان انت عماله تحطي في طبقات. لكن ده الملمس بتاعه تقيل شويه، عامل زي الكريم. هو الاثنين تمام، بيغطوا المسام، والاثنين تقريبا الفورمولا بتاعتهم بتشتغل على المسام بنفس الشكل، بس ده تقيل حبتين، لكن ده خفيف على البشره. يعني ده بالنسبه لي حلو قوي للاستخدام اليومي عندها. هستخدم معاكم النهارده في الفيديو اللي هو بيبي سكين، بما ان هو اكتر حاجه متداوله او اكتر حاجه البنات بتجيبها. زي ما انتم شايفين هو بيبقى عامل زي الجل كده، انت بتحطيه على مكان المسام. طريقتك في التعامل مع اي برايمر للمسام هو انك تطبطبي المنتج على مكان المسام، كانك بتحشي البرايمر جوه المسام بتاعتك بالشكل ده كده. على فكره يا بنات البرايمر كمان تقدري تستخدميه لوحده من غير ميك اب، يعني مش شرط ان انت عشان تستخدمي برايمر للمسام لازم تحطي ميك اب، لا خالص، انت ممكن تحطيه بس عشان شكل المسام مضايقك وما تحطيش عليه ميك اب. يعني دايما هتلاقوا ان مكتوب على البرايمرز سبيشال بتاعت المسام ان انت ممكن تستخدميها مع الميك اب او من غير، يعني عادي بقى. حلوين، نيجي دلوقتي للفاونديشنز. انا عندي اثنين او درجتين من الفاونديشن بتاع سوبر ستاي، وعندي الفاونديشن بتاع ميبيلين فيت مي اللي هو للبشره العاديه والبشره الجافه. برده هديكم بريف سريع قوي كده. الفاونديشن ده حلو جدا للبنات اللي بشرتها دهنيه، التغطيه بتاعته حلوه قوي، مش بيظهر المسام، يعني مش بيفضحها، الفينش على البشره جبار. لو انت بشرتك مختلطه مش هتحتاجي ان انت تثبتي باودر، لكن الفاونديشن ده كومبليتلي للبشره العاديه والجافه لانه مليان اويلز. انا بعمل ايه بقى؟ اما ببقى عايزه كده فاونديشن يناسب بشرتي بالظبط، بعمل لهم ميكس مع بعض. لكن لو خارجه في مكان حر وبشرتي احتمال تعرق كتير، بستخدم على طول السوبر ستاي لوحده، وانا بالنسبه لي حلو جدا. النهارده انا هخلط الاثنين دول مع بعض. انا في سوبر ستاي عندي درجه فاتحه اللي هي 21 نود بيج، ودي الاندرتون بتاعها على بينك مع ان مكتوب عليها بيج،
مش عارفه ازاي. وعندي الدرجه دي اللي هي 32 جولدن، والدرجه الجولدن غامقه، اما بخلطهم مع بعض مش بيدوني درجه انا حباها قوي. فالنهارده هخلطه مع الفاونديشن ده اللي هو درجته 220 اللي هو للبشره العاديه والبشره الجافه. هعمل لهم كده بنات ميكس مع بعض وببدا اوزعه على بشرتي. هوزعه كده الاول بالبروش لان لما ببقى دامجه فاونديشن او حاطه اتنين مع بعض لازم الاول ايه ادمجهم كده في فرشه، فبنستغل ان الفرشه لمستهم فبوزعه بيهم عشان ما يهدرش يعني، وبعد كده بستخدم البيوتي بلندر عادي جدا. طب يا بنات كده خلصنا من الفاونديشنز والبرايمر، نخش بعد كده في الكنسيلر. ميبيلين نزلوا كام كنسيلر كده، بس كان اشهر حاجه فيهم هو ميبيلين فيت مي اللي اسوده مش باين من البتاع ده، ميبيلين فيت مي، واللي هو ميبيلين انستانت ايج ريوايند اللي هو ده، وواحد تاني بتاع سوبر ستاي. سوبر ستاي ده لو لقيتيه ببلاش ما تشتريهوش لانه وحش جدا، بشع، لونه بيقلب وبيغير لدرجه لون عبيطه كده اللي هو يعني ما تفهميش هما كان في دماغهم ايه اما كانوا بيعملوا الكنسيلر ده. فدول تقريبا اكتر كنسيلرز بتتباع عند ميبيلين. ده انا ما بفضلوش قوي، اقول لكم ليه. يعني ممكن استخدمه كبرايمر الاشادو بس انا ده بالنسبه لي بيخش في الخطوط بطريقه مش طبيعيه، مهما كانت ايدك خفيفه في التوزيع، مهما كنت بتاخدي بالك قوي انه ما يخشش في الخطوط، ده بالنسبه لي مش احلى حاجه في الدنيا. انا اوريدي بستخدمه بس اللي هو ايه يعني بحذر قوي، ولازم طول الوقت ادمج بسرعه واثبت بسرعه عشان يديني نتيجه كويسه، بس هو مش فيفرت بالنسبه لي. الفيفوريت عندي وعند ناس كتير قوي هو الميبيلين فيت مي، انا درجتي فيه 10. ده يعني في ناس بتحبه لدرجه انها بتهلك منه كميات، وانا من الناس دي الصراحه. يعني انا خلصت منه كتير قوي بحبه، حتى درجه رقم 10 دي حلوه قوي بالذات للبنات اللي لوني اللي ما عندهمش هالات، هتلاقيها لطيفه جدا معاكي. الكنسيلر مش بيكسر تحت العين، بالعكس ناعم كده وتغطيته الصراحه حلوه قوي. اللي جربه هيقول اكيد ان هو بيحبه لان اغلب الناس بتحب الكنسيلر ده. نيجي دلوقتي للباودر، بعد ما خلاص خلصنا الكنسيلر هستخدم معاكم الباودر دي بتاعت ميبيلين فيت مي اللي هي اسمها مات اند بورلس. دي نفس الفاونديشن اللي هو جوه انبوبه، هحط لكم صورته هنا دلوقتي. هي نفس الاديشن او نزلت معاه، دي تقدري تستخدميها لوحدها او مع الفاونديشن. بس لو هتستخدميها لوحدها يبقى بسبونج مبلوله زي دي كده، وتاخدي من الباودر وتعمليها كده على بشرتك، هتبقى زي الفاونديشن بالظبط بس حاجه كده تغطيه كويسه. يعني مش هقول لكم تغطيه كامله، هقول لكم تغطيه متوسطه او اقل متوسطه، حاجه بسيطه للاستخدام اليومي. لكن لو انت حطيتي فاونديشن وعايزه تثبتي بس مش اكتر، يبقى هتروحي للفرشه. انا هستخدم فرشه كده صغيره دي من عند ريال تكنيك، وهاخد شويه من الباودر واطبطب بيه تحت عينيا. الباودر دي خيال يا بنات، خيال خيال خيال، ناعمة جدا على البشرة ومش بتحسسكم الاحساس المطرب ده اللي هو تحسي ان بشرتك عليها تراب من فوق. الدرجة بتاعت الباودر دي يا بنات رقمها فير ايفوري، والدرجات اللي على ايفوري دايما بتبقى بينك، بس دي درجتها مش بينك خالص، هي درجتها على بيج، والكاميرا او الاضاءة مفتحاها جدا. خليني اعمل لكم كده سواتش على ايدي، شايفين؟ دي اصلا تحسوها شفافة مش باينة على الايد خالص بجد. هاتوها هاتوها، حلوة 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 من هنا لبكرة الصبح. بعد كده للبرونزر، انا ما عنديش برونزر من عند ميبيلين، بس عندي باودر غامقة برضو من عند ميبيلين اللي هي اسمها فيت مي ورقمها 245. دي درجتها غامقة عليا، انا بستخدمها از برونزر، وهي زي ما انتم شايفين على الكاميرا هي ممكن ما تكونش باينة غامقة، بس هي على بشرتي بتبان غامقة وبتبان كأنها كونتور، فعشان كده بستخدمها دايما از برونزر او كونتور. ودي برضو تريكاية، لو انت جبتي باودر وطلعت غامقه اكيد ليها شغل تاني، استخدميها اي شادو، استخدميها كونتور، استخدميها برونزر، تقدري تستخدميها اي حاجه، فما تعطلوش. يعني مش شرط اروح اشتري حاجه مكتوب عليها برونزر، خلينا اذكى من كده. المنتج او الدرجه اللي انا شايفاها حتى لو لون اي شادو ينفع يتعمل بيه برونزر اعملي بيه، ما تضايقيهاش على نفسك. نيجي بعد كده للحواجب، هستخدم القلم ده من عند ميبيلين اسمه براو برسايز، الدرجه دي اسمها دي براون. القلم ده بقى يا بنات يعني حلو قوي، انا مش عارفه هو القلم ده متوفر ولا لا، بس انا كنت جايباه من على موقع نون تقريبا او امازون مش فاكره، عشان دول اكتر موقعين انا بجيب منهم. القلم ده فيه ميزه وفيه عيب، تمام؟
اول ميزه فيه طبعا واللي كلنا بندور عليها ان القلم بصوا زي ما انتم شايفين السن بتاعه رفيع جدا. العيب الوحيد اللي انا شايفاه بس هو مش عيب جبار يعني، هيبقى عيب بالنسبه للبنات المبتدئات الاول مره ترسم بقلم، القلم شويه تقيل في حركته يعني لازم تاخدي بالك وانت بترسمي بيه، لو انت ايدك تقيله ممكن يقطع لك حواجبك، فاهمين الفكره؟ يعني خلي ايدك خفيفه على قد ما تقدري. شايفين يا بنات شكل الحاجب عامل ازاي؟ يعني لون القلم كوبي من لون حواجبي بالظبط. وده يا بنات بعد ما خلاص رسمت حواجبي هاخد بعد كده الكنسيلر بتاع ايج ريوايند ومن السبونج بتاعته او من بواقي الكنسيلر هاخد منه بس شويه وانضف بيه تحت الحاجب، وهاخد برده من نفس الكنسيلر واحطه برايمر للاي شادو. نيجي للاي شادو يا بنات. قبل كده انا جبت الاي شادو بتاع ميبيلين، هم نزلوا علبه كده مربعه احط لكم الصور بتاعتهم هنا، كنت جبت علبه منهم بس ما حسيتوش اللي هو الاي شادو اللي يستاهل تحطوا فيه فلوس، يعني في حاجات تانية كتير ارخص بكتير واحلى بكتير زي الباليت بتاعت ويت ان وايلد البيجمنت بتاعها فعلا حلو، لكن دي حرام تروحوا ترموا فيها فلوس وثانيا مفيهاش الوان انتقاليه مش عارفه حسيتها باليت مش عمليه اطلاقا. فانا اشتريت الباليت دي اللي هي المفروض ان فيها درجات للبلاشر وفيها درجه هايلايتر. الباليت دي عمليه جدا، انتم متخيلين فيها كام درجه بلاشر فيها درجه هايلايتر توفير السنين. هستخدم الباليت دي كاي شادو النهارده لان انا ما عنديش اي اي شادو من عند ميبيلين. هو مبدئيا الاي شادو هيبقى سو سمبل، هو يتكون من لونين بس اذ لم يكن ثلاثه مش عارفه. هستخدم اول حاجه اللون ده از ترانزيشن كلر، نفس اللون برضو هحطه تحت عينيا. وبعد كده يا بنات من الباليت برضو بتاعت البلاشر بتاعت ميبيلين دي هاخد اللون اللي هو البرجندي او اللون اللي هو اسمه ايه، اسمه بتنجاني، البتنجاني او اللي هو موف غامق ايا كان بتقولوا عليه ايه، وهحطه على الجفن المتحرك. وبرضو هاخد من نفس اللون وهحط برضو هنا كده لغايه نص العين بس مش اكتر كده، وعايزاه واضح وباين كده يا بنات. ودايما لما تحطي لون تحت العين اربطيه باللون الاخير هنا عشان ما يبقاش يعني ما تحسوش كده ان في حاجه بعيده عن بعضها. وهرجع تاني لنفس الباليت واخد اللون اللي فيه لمعه بسيطه ده وهطبطبه في نص العين هنا كده. اللون ده يا بنات مليان جليتر بطريقه مش طبيعيه، عشان بس تكونوا عارفين يعني لو حطيتوه هايلايت هيبقى فرح بنت العمده، وده اول عيب في الباليت. يعني بصوا فرح بنت العمده قوي لو حطيتوه هايلايت، انا دلوقتي هبقى فرح بنت العمده لاني للاسف هحطه هايلايت. بنات كده تقريبا انا خلاص خلصت الاي شادو، هنيجي للايلاينر. هستخدم الايلاينر ده من ميبيلين وده لسه جايباه جديد، اسمه ايه بقى عشان الاسم مكلكع قوي، اسمه ايه؟ كيرفيتيود ايلاينر فيتشر او مش عارفه مش عارفه، بس في حاجه غريبه قوي في الايلاينر. بصوا اولا مش بيتفتح كده، هو بيتلف كده، وشكل كمان القلم زي فيه زي دايرتين كده، وثانيا القلم جايب كيرف، ف مش عارفه ايه الفكره بس هنشوف دلوقتي. السواد خطير خطير، واو القلم يا بنات السن بتاعه سافل جدا، يعني السن بيرسم المثلث بتاع طرف العين بالملي، يعني حاسه ان انا لا مشقتش يعني. واو بصوا سواده مش طبيعي، ايه السواد ده؟ ها ايه السواد ده؟ مش عارفه. المهم نيجي بعد كده هحط جوه عينيا القلم النود ده من عند ريميل، لان انا ما عنديش اقلام جوه العين من عند ميبيلين. بعد كده هستخدم الماسكارا دي من عند ميبيلين، دي اسمها ذا فالسز فوليوم اكسبرس بلاك دارك، يا رب اكون بقول اسمها صح. ودي الفرشه بتاعتها شكلها عامل كده، وايه ثواني مش عارفه هي سيليكون كده ولا ايه، انا بهدلت ايديا. احلى حاجه فيها ان هي الفرشه بتاعتها سيليكون، يعني مش ناشفه كده وماسكه في نفسها، لا بتروح وتيجي معاكي يعني.
يا بنات ده شكل الماسكارا بس من اول كوت. احلى حاجه فيها ان هي سوادها فاحم جدا، وكمان الشعر زي ما انتم شايفين كده الشعر بتاع الرموش مش ملزق في بعضه، متفرق ومحدد شكل العين ومخلي شكلها حلو قوي. الفرشه جميله، اعتقد هتدي كثافه اكتر من كده لو حطيت طبقه ثانيه. اوكي بنات ده الفينش بتاع الماسكارا، هروح اركب رموش وارجع لكم تاني. طب يا حلوين انا كده خلاص ركبت الرموش، نيجي بعد كده لخطوه البلاشر وخطوه الهايلايتر. خلينا نجيب الاول فرشه بلاشر. انا الصراحه محتاره مش عارفه اخد انهي درجه، هو الطبيعي ان انا مش هاخد البرجندي دي خالص، فهاخد الدرجه اللي هي اللي حطيتها ازالون انتقالي. و خلينا نشوف البيجمنت بتاعه، لا والله حلو قوي الدرجه دي كمان جميله. وممكن تحطي بينك عادي يعني، بس انا مش من انصار البينك قوي يعني. يا بنات نيجي بعد كده للهايلايتر، للاسف يعني هو مليان جليتر. انا عايزه اوريكم، خليني اقرب من العدسه كده اوريكم، مش عارفه هو هيبان ولا لا، بس هو باين ان هو بوم وهايلايت جامد والكلام ده كله، بس يعني مليان جليتر، في جليتر وجليتر باين كمان، فدي حاجه مش اغلب الناس بتحبها. اوبس، لا لازم تاخدوا بالكم انتوا بتاخدوا من بالذات من الهايلايتر لانه بيوقع جامد قوي. يعني بصوا زي ما انتم شايفين لمعته روعه الصراحه. طب خليني كده اشوف، لا باين باين في جليتر، في لمعه اوفر يعني، عايز فرح يعني. يعني لو حطيتيه في فرح محدش هياخد باله قوي، لكن بالنهار صعب شويه. نيجي بقى يا بنات لاخر نقطه، اخر نقطه دي هنقف عندها شويه، فلو انت زهقتي اوكي خلاص كده احنا خلصنا الميك اب، مش ناقص غير الروج. تمام، ميبيلين، ويا على ميبيلين. اوكي فين الدرجه اللي بعد كده الثانيه اهي. ميبيلين يا بنات نزلت ارواج كل الناس حكت وتحاكت عنها، الله، واكتر ارواج ثابته في الدنيا وولع الدنيا الكلام ده كله. دي الارواج اللي اغلب الناس بتشكر فيها. تمام، بص تو بي اونست انا ما جربتش الدرجتين دول، انا جربت الدرجه دي حطيتها في البيت. طبعا هي لونها على الشفايف مش فاتحه قوي كده، هي اغمق من كده، هو الباكج عموما اغمق من اللون اللي جوه، في حاجات اغمق وفي حاجات افتح. المهم جربت اللون ده، وساعتها البنات اللي عندي على انستجرام اكيد هيبقوا عارفين يكتبوا لنا تحت في الكومنت انتوا حضرتوا الستوري دي ولا لا. انا جربته وحطيت الروج ده، تمام، لان انا جبته من كلام الناس عنه، تمام، حطيته وشربت قهوه بس، والله شربت قهوه بس، يعني ما كلتش قهوه بس، وكان منظر الروج لفظا كده وحش جدا جدا، قطع على شفايفي، وانا شفايفي بقى لا ما اقولكمش ما فيهاش قشره واحده، املا سكراب وبحط لها مرطب ومدلعاها وبحط 100 روج عمره ما بيعمل كده. ده الروج بشع يعني، كسر وشكل شفايفي كاني جايبه قلم روج من تحت الكوبري مش من عند ميبيلين. هترد بقى بنت هتقولي ما ممكن اللي معاكي ما يكونش اصلي، نيفر ايفر اصلي، جاي من الستور بتاع ميبيلين نفسه، كان سات كده على بعض، كانوا منزلين بتاخدي اتنين وعليهم واحد هديه. تمام، ايه تاني؟ المهم انا استخدمت اللون ده وقفلني جدا، يعني بغض النظر عن الدرجه، الدرجه كيوتة يعني ممكن ناس تحبها. اوكي خليني كده اعمل لكم سواتش من الدرجه. اوكي هي مش بينك اللي هو البشع، يعني البينك المعقول. تمام، يعني هو ممكن يكون كمان يعني هو بالظبط نفس اللون على الكاميرا كده. اوكي لونه حلو وريحته عسليه، يعني كاندي السنين، بس الفورمولا على الشفايف مش حلوه خالص. فالنهارده قررت ان انا استخدم بقى معاكم الدرجه دي، يمكن انا ظلمه، يمكن الدرجه الفاتحه مش حلوه، يمكن خلينا نفتحه، وده اول استخدام اهو. والله بصوا بشيل الورقه من عليه، خلينا نستخدم ونشوف. والله اتمنى انه يكسفني ويطلع العيب في الدرجه اللي كانت معايا دي. واكتبوا لي برضو انتوا تحت في الكومنتس، اكتبوا لي لو كنتوا جربتوه عمل معاكوا ايه والكلام ده كله. لون الروج الدرجه دي رقمها 15،
لونها حلو قوي، ريحته حلوه جدا، الواحد لازم يكون صريح صراحه، ريحته حلوه جدا إيه، وهو بيتفرد كده على الشفايف كريمي، مش سايح زياده عن اللزوم ولا ماسك زياده عن اللزوم. اول ما بتبتدي تحطيه وهو لسه على شفايفك لسه ما نشفش قوي، بتحسي كده لا ناعم ناعم، حتى بتتحركي شفايفك ناعم معاكي. بس هي الفكره كلها انه بعد ما بينشف شكله بقى من جوه الشفايف بيبقى مش حلو. يا رب يكون العيب، اقول لكم يا رب يكون العيب في الدرجه دي. وهكتب لكم دلوقتي هنا نوت عمل معايا ايه بعد ساعه لربع زي التاني بالظبط، هكتب لكم نوت هو عمل معايا ايه ان كان حلو ولا وحش. احلى حاجه في الروج ده اللي يا رب يطلع حلو التاب بتاعته. بصوا التاب بتاعته من فوق عامله زي عامله زي الدايموند كده من فوق، ليها السن تقدري تحددي بيه شكل الشفايف الاول وبعد كده تمليه. فدي حاجه حلوه جدا انك مش لازم تجيبي ليب لاينر عشان تظبطي الليكويد لابستيك ده. ومره تانية ان شاء الله هبقى اجرب لكم الدرجه الغامقه دي، عايزه اوريكم برده درجتها عشان لو بنات حابين يشتروها ابقى كده وريتكم الثلاث درجات. وهم يا بنات الثلاث درجات اللي هم بقى حاطينهم مع بعض في سايت واحده دول، هم حاطينهم مع بعض عشان دول المفروض البيست سيلر، يعني دول احسن ثلاث درجات اتباعوا عندهم. يعني كده اجربه لكم. هو درجته نبيتي نبيتي نبيتي، والدرجه حلوه جدا ومشجعاني اعمل بيها ميك اب لوك، وريحته زي ريحه التانيين كلهم، ريحه واحده ما فيهمش حاجه مميزه. فبس كده يا بنات الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون فاتكم باي حاجه في الدنيا. ما تنسوش قبل ما تمشوا بفكركم لتاني مره بليز اعملوا لايك للفيديو عشان عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 او 4000 لايك. بيتهيألي الفيديو ده هيبقى اخر فيديو قبل رمضان ان شاء الله، هحاول اصور لكم فطور فتره رمضان ان شاء الله فيديوهات تانيه، وصوت دايما بعد الفطار، فادعوا لي ان انا اشد كده في رمضان وما كسلش واقوم دايما اصور لكم. بس كده يا حلوين ارجع افكركم تاني ان انتم ما تنسوش ان انتم تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا تحت في القناه بالمربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام من الاسم اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه او من اللينك الموجود تحت في الديسكربشن بوكس. وكل منتج من دول هكتب لكم اسمه الفاونديشن واسمه تحتيه والفاونديشنز اللي انا استخدمتها ودرجاتهم ايه وكل حاجه ليها علاقه بالمنتجات بتاعه ميبيلين كلها. وبس كده يا حلوين اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.